شوف باش الدولة والطمانة الوحيدة الوقفة هو إثارة الانتباه، هي وقفة تحسيسية، رسالة نود إرسالها إلى السلطة التشريعية، نطالب من خلالها بضرورة إقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، على أساس أن دستور 2011 في باب السلطة القضائية جاء بعدة مقتضيات تهم استقلال هذه السلطة. لأول مرة يتحدث عن السلطة، السلطة التشريعية، السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. ما بقي الآن هو إفراغ المبادئ الدستورية في شكل نصوص قانونية. الحاصل الآن هو أن المشاريع التي أعدتها وزارة العدل والحريات يعني كممثلة للسلطة التنفيذية لا تلبي في نظرنا هذه الاستقلالية، بل لا تتماشى مع النفس الدستوري الذي جاء به دستور 2011. إذن من خلال هذه الوقفة يعني التعبيرية والرمزية نطالب البرلمان في إطار اختصاصاته التشريعية أن يقر نصوص ضامنة استقلال السلطة القضائية حتى يستطيع القاضي أن يقوم بأدواره الجديدة المحددة في الدستور، وهي حماية الحقوق والحريات. لن يستطيع القاضي أداء هذا الدور إذا لم يكن هو نفسه متمتعا بضمانات تقيه من التعسف، تقيه من يعني تقف أمام أداء رسالته الحضارية والراقية. إذا أردنا أن نتحدث عن العور الموجود في المشاريع المعروضة حاليا على البرلمان فهي كثيرة ومتعددة. نكتفي بالإشارة إلى عدم وجود استقلال مؤسساتي حقيقي، أقصد هنا عدم الاستقلال المالي، عدم الاستقلال الإداري، مجموعة من الضمانات غير متوفرة للدستور، من بينها الوضعية الفردية للقاضي، المحاكمة التأديبية، حق الطعن، موضوع استقلال النيابة العامة. وما أثار تحفظنا أكثر هو التعديلات التي قدمتها الأغلبية الحكومية الأسبوع الفارط، وهي تعديلات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها انتكاسة دستورية، لأنها تمثل فعلا تراجعات يعني حتى عن النص التي جاءت به الحكومة.